فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الرؤيا يبنى عليها أحكام مثل رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ الذي يبني عليها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نبني على الرؤيا أحكاما. الأحكام إنما تبنى على كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تشريع أحكام إلا البدع والمحدثات، ألا يبنى على الرؤيا أحكام شرعية، وإنما هي مبشرات. الرؤى الصادقة مبشرات أو منذرات فقط، أما أن يبنى عليها أحكام شرعية من حلال وحرام وواجب ومستحب فهذا انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل هذا الدين وكملت الأحكام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل هذا الدين وكملت الأحكام الشرعية فلا يزاد عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة. فلا يجوز بناء الأحكام على الأحلام والرؤى أو على الحكايات والقصص أو ما أشبه ذلك، ولا على الأحاديث الضعيفة، لا يبنى عليها أحكام شرعية. نعم.